ختامها مسك بقى زي ما بيقولوا. منورنا واحد من نجوم الاهلي السابقين وتحديدا في حراسه المرمى، وهو كمان يعني ليه العديد من التجارب خارج الاهلي، وخلينا كده نعرف التفاصيل اكتر. هو كمان مدرب حراس يعني منتخب الشباب حاليا، كابتن ايهاب جلال حارس مرمى الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير وصباح صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين، وانا مبسوط بصراحه. واحنا كمان والله يا كابتن مش بقدر انبساطنا احنا، لان احنا قاعدين دلوقتي يعني مع شخصيه رياضيه قويه وفاعله وليها انجازات وايادي بيضاء كثيره جدا مع النادي الاهلي. انا اتفق مع نهوان ساعة لما كنا في الفاصل بتقول لحضرتك ما ينفعش تكون معانا وما نبتديش بالبوم الذكريات اللي اكيد دسم ومليان تفاصيل كتير. يعني طبعا انا بدات وانا صغير جدا، كنت في النادي الاهلي وانا عندي حوالي 12 سنه. لعبت في مدرسه الكره سنه، وبعد كده لعبت المسابقات. تدرجت طبعا في مرحله الناشئين، لعبت منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب عسكري. كابتن جوهر الله يرحمه وكابتن حازم كرم طلعوني الدرجه الاولى. هو صعب قرار تصعيد، صعدوني وانا عندي تقريبا 18 سنه، لعبت مع الدرجه الاولى. كان طبعا في كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وشوير مع حفظ الالقاب طبعا. كانت من اسعد فترات حياتي بصراحه. انا طبعا ما لعبتش كتير، انما كنت مع ناس اقوياء جدا، ومش اي حد كان يقدر يشتغل مع الناس دي او يقدر يلعب مع الناس دي، لان كانوا اقوياء جدا جدا جدا. يعني اما بتشوف ثابت البطل الله يرحمه او كابتن اكرامي او شبير، لا حاجه بتتكلم على ايقونات حاجه المرمى. وبصراحه انا لغايه دلوقتي بقولها في اي حته بقولها، اللي ما لعبش مع الثلاثه دولت ما لعبش كوره في حياته، او ما شافش حراسه المرمى في حياته بصراحه. يعني مع احترامي للناس اللي بعديها، حضري وشناوي ونادر السيد وحسين، يعني في ناس كتير جدا كانوا كويسين جدا، انما الثلاثه دول بالذات ليهم ايقونه تانية خالص. زمانهم يعني نفسه هو يعني يعتبر ايقونه قويه جدا، وكان في ساعتها حراس مرمى في افريقيا عاليين جدا، زي نكونو، زي انطوان بيل، زي الزاكي. لا حاجه كانت رائعه جدا، وكانت الناس دي مميزه. يعني ثابت وكرم كانوا مميزين جدا جدا في افريقيا بصراحه. مع الناس الاقويه جدا، يعني انا بعتبر نكونو من افضل حراس مرمى العالم، وكان موجود ثابت البطل واكرامي في الوقت ده قبل شبوت حتى ما يلعب بشويه، من سنه 82 لغايه 84. لا كانت حاجه قويه جدا جدا جدا، وما كانش حد يقدر يجي جنب الناس دي. وانطوان بيل ده كان حصان بيطير، حاجه رائعه. ما كانش بني ادم بيطير، كان حصان بيطير. وكان حاجه جديده بالنسبه للدوري المصري، يعني واحد زي دوت كان بيعمل حاجات اكروباتيه اكتر من حراس المرمى. فيعني كانت فتره بالنسبه لي كانت رائعه جدا، ويعني كنت يعني ما كنت بتمرن مع الناس دي واروح البيت انا هو اصلا ده سؤالي. هو حضرتك قبل ما تنضم اكيد كان حلم، وكان في زي ما حضرتك قلت رموز عظيمه زي دي موجوده في النادي. ففكره بقى ان انا هنا الحلم بقى حقيقه، وانا دخلت الفريق وبقيت وسط الناس دي اللي انا كنت بحلم ان انا ابقى معاهم. فانا عايزه التجربه دي برضو، مش عايزين نسكبت او نعديها يعني. انا لعبت كمان مع كابتن خطيب يعني طبعا والحوارات اللي دارت كابتن ايهاب. بصي حضرتك، انا كنت الاثنين ثابت البطل واكرامي وشبير كانوا ناس في منتهى الاخلاق، يعني حاجه رائعه جدا جدا، وكانوا يساعدك. انا كنت انا صغير جدا بالنسبه لهم، بس كان يديلك المشوره كويسه، ما يضللكش، يعني يديك كل حاجه معلومه مظبوطه جدا. عشان كده انا كنت مميز في الفتره دي، حتى انا كنت رقم ثلاثه او اربعه، كنت رقم اربعه بالنسبه لمصر. يعني بالنسبه كنت مصر كنت مشهور جدا، يعني كنت امشي في الشارع الناس تعرفني. مع احترامي دلوقتي في حراس مرمى بيلعبوا اساسيين في انديه، لو مشوا في الشارع ما حدش يعرفهم الامانه. يعني مع ان دلوقتي الميديا اكتر، السوشيال ميديا اكتر، زمان ما كانش فيه غير القناه الاولى والثانيه والثالثه تقريبا يعني. فكان الموضوع كان صعب، بس انا كان بيجي لنا واحنا في النادي الاهلي كان بيجي لنا جمهور مثلا في كل تمرين، اقل جمهور حوالي 10,000 متفرج. 10,000 متفرج في التمرين. ولما بقى بتلعب نهائي زمالك او افريقيا او بتاع، لا الاستاد ده بيبقى مقفول. مصر كلها بتبقى الحقيقه يعني الاستاد بيبقى مقفول لغايه كوبري قصر النيل، الدنيا كانت مقفوله خالص. فكنا بصراحه يعني انا يعني الفترة دي عمري ما نسيتها في حياتي، وعمري ما هنساها، لاني انا كنت مع ثلاث رموز بصراحة من افضل رموز الكرة المصرية وحراسة المرمى في مصر وافريقيا طبعا للامانة. يعني فالحاجة يعني انا مش قادر اوصفها، لاني انا كنت سعيد جدا جدا جدا. والباشن يعني اصلا لسه لحد دلوقتي تحس ان الموضوع طبعًا. يعني فعلاً حضرتك دلوقتي بتلعب مثلا في الاهلي حقيقة، لاني انا عمري ما انسى الثلاثة دولت. يعني
يعني عمر يعني ثابت البطل ده حاجه ده الله يرحمه وتاريخ طبعا لا حاجه طبعًا. يعني والله العظيم اللي كان قريب منه يعني يزعل قوي لو هو مش موجود دلوقتي كفايه تفانيه لغايه لما توفى منوال يعني قصه منوال منوال جوزيه يقول له روح يقول انا مع في المعسكر مع الفريق كان راجل يعني راجل راجل بطريقه كبيره كان طول عمره ثابت وطول عمره بطل بطل حقيقه فعلا الكلمه فعلا اسمه على بالظبط زي ما حضرتك قلت كده كابتن اكرامي نفس الكلام شوبير يعني كل الناس دي بصراحه انا اتعلمت منهم حاجات كتير جدا لغايه النهارده انا ماشي بيها في حياتي انا ماشي بيها لان الثلاثه دولت بصراحه ادوني معلومات صعب ان حد ياخدها والاهم ان حضرتك ممشي عليها كمان الاجيال الجديده حقيقة. اللي حضرتك مسؤول عنها وبتدربها بص حضرتك انا اتربيت مظبوط جدا في النادي الاهلي النادي الاهلي كان بصراحه غير اي نادي تاني يعني انت بتربى في النادي الاهلي على قيم ومبادئ لغايه النهارده مرسوخه للعيبه كلها يعني حتى اي لعيب بيجي النادي الاهلي ما بتحسش ان هو غريب عن النادي الاهلي لانك يعني بتخش في المنظومه المنظومه دي حطها مثلا التيتش كابتن تيتش مختار تيتش بص حضرتك تم توارثها بقى خلاص يعني لغايه يوم القيامه لان النظام في النادي الاهلي انت بتتبعه اوتوماتيك يعني ما بتخرجش عن السياق يعني فعشان كده النادي الاهلي ما بيكسب بيكسب عشان في نظام في النادي الاهلي الناس بتتوارث النظام والقيم والمبادئ اللي موجوده في النادي الاهلي الحقيقه يعني فالحمد لله يعني انا مبسوط ان انا كنت في المنظومه دي يعني بصراحه يعني طب نروح فاصل يا كابتن ايهاب سريع جدا ونرجع نكمل محاضراتكم يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده العشرة الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز المحترم صاحب التاريخ المضيء القيمه والقامه كابتن ايهاب جلال بنجدد التحيه والترحيب بحضرتك مره ثانيه وقفنا في الكلام فين بقى؟ عند اي تفصيله اصل احنا الكلام خدنا برضو الجديد بالذكر احنا كنا شويه كلام على مزاجكم اثناء الفاصل ده وكلام عن زمن بجد كان ليه خصوصيه شديده صحيح جدا. لا زمن رائع جدا ما تشوف معاك في الملعب كابتن خطيب كابتن مصطفى عبده علاء ميهوب طاهر ابو زيد لا كانت نجوم كلهم كانوا نجوم يعني كل واحد في الفرقه كان نجم بصراحه يعني كل واحد منهم كان فرقه لوحده كان فرقه لوحده للامانه يعني فنشوف بقى الكوكبه دي كلها ثابت البطل اكرامي شوبير حماده صدقي محمود صالح ربيع ياسين طبعا. يعني حاجه كل واحد في الفرقه كان قيمه وقامه بصراحه يعني فالزمن ده عمره ما هيرجع تاني يعني كنا بنتكلم في الفاصل عمر الزمن ده ما هيرجع تاني لان زمن بصراحه يعني انا شايف ان زي اي زمن عدى زي الفن زي الاغنى اللي فات ده كله كان قيم قوي يعني كان قيم جدا والناس كانت راقيه جدا حتى الشعب كان راقي جدا 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 كل واحد ماشي على حسب المنظومه كلها يعني منظومه البلد ماشيه كذا بتمشي كلها اعتقد الايام دي هتعود كابتن ايهاب لان دلوقتي لما يبقى في سيستم صح هيبقى في تطبيق صح هيبقى في تغيير نتمنى والله يعني كلنا ملاحظين برضو خلال السنوات اللي يمكن السنتين ثلاثه اللي فاتوا في تغيير الى حد كبير جدا عن السنوات اللي فاتت في الاخلاقيات حتى يعني ابتدى شويه والله اكيد طيب اروح بقى مع حضرتك الملف الاهم نرجع بقى للواقع تمام. شوية وإحنا عندنا مباريات في غاية الأهمية بنتكلم عن الدوري بنتكلم عن أفريقيا بس قبل ما نخش في التفاصيل أنا عايز أروح مع حضرتك صراحة وكيف كده بنرى دلوقتي أداء الأهلي لأن لو قارنا بصراحة بالدوري الماضي أكيد كان في اختلاف شديد جدا والبطولة الأفريقية الماضية 2021 مع الأهلي إزاي حضرتك بتشوف برضو الوضع مع موسيماني ومع الفريق طبعا احنا عارفين في غيابات وفي اصابات والكلام ده كله واضح لكن برضو في الوضع الحالي حضرتك بتشوف ازاي بص حضرتك المباراه بالذات المباراه الاخيره هي الحاجه الملاحظه جدا في المباراه الاخيره اضاعه الاهداف بطريقه كبيره جدا جدا ولازم الجهاز الفني للنادي الاهلي يعالج الحته دي ياخد الفراوده لوحديها اللي هم بيلعبوا على الجون اكتر لازم يعمل لهم تدريب اكتر ليهم عشان يبقى عندهم ثقه ان هو يبقى يهدف كتير لان ما ينفعش ان النادي الاهلي يجي له 10 فرص يجيب منها جونين بس يعني ده اللي مش كويس انما النادي الاهلي بيجي له 10 فرص او 5 فرص يجيب 3 او 4 ده يبقى المجمل منه كويس انما الماتش اللي فات بصراحه عدد فرص الاهداف كتير جدا جدا ضاعت عشان كده والماتش طلع تعادل يعني انت ليك عندك دلوقتي مشكله النادي الاهلي لازم يكسب او طبعا. ما يخسرش من فيتا كلاب في المباراه الجايه ما ينفعش انه يخسر فيها سيمبا التنزاني لازم هنا تكسبه والسودان برضو لازم تكسب فيه لا يعني على اساس انك تخش برضو في الادوار اللي جايه
انما في مشكله دلوقتي، المشكله دلوقتي ايه؟ ان اضاعه الاهداف كتير جدا، وانا شايف ان مفيش يعني مفيش استقرار في بالذات في الفراوده، في التشكيل الفراوده بالذات. يعني قبل ما يجي بواليا كان محمد شريف، كان محمد شريف بيلعب وكان ماشي كويس جدا وبيهدف، وكان هداف تقريبا النادي الاهلي، وابتدى يخش في هدافين الدوري. انا لما جه بواليا ابتدى موسيماني يغير كتير في حته الفراوده، فدي في مشكله دلوقتي. لازم في تثبيت في التشكيل عشان النادي الاهلي يرجع لرونقه اللي احنا عارفينه. في حاجه تاني، الدوري احنا اعتقد ان احنا ماشيين برضو فيه كويس، ما فيش مشكله. المباريات اللي متاجله لو احنا لعبناها كلها هنبقى في اول الدوري، ودي وده طبيعي جدا في النادي الاهلي. انما احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع افريقيا، افريقيا يعني في مشكله دلوقتي. المشكله لازم ان احنا الماتش، احنا محتاجين حوالي تقريبا من الثلاث ماتشات الجايين حوالي اربع او خمس نقط يعني، وده طبعا مش صعب على النادي الاهلي، انما لازم يكون في تركيز ولازم يكون في ثبات في التشكيل بالذات في الخط الامامي للفراوده للنادي الاهلي. وده ان شاء الله يعني اعتقد ان لو 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 الامور مشيت بالطريقه ديت اعتقد ان النادي الاهلي هيخش في المرحله بتاعته، يعني اللي هي انه يبقى بطل افريقيا وبطل الدوري. مكانه الطبيعي يعني، خلينا مكانه الطبيعي بالظبط كده، بس هو يكون فيه بس ثبات في التشكيل بالذات في الفيرود في القدام في الفيرود في الخط الامامي، وطبعا الخط الخلفي ونص الملعب اعتقد ان هو ما فيش مشكله فيه، انما هو الخط الامامي اللي فيه مشكله، في بواليا، محمد شريف، مروان محسن، كل الحاجات دي لازم تتظبط والامور هتبقى كويسه يعني. يعني حضرتك بتشوف مثلا، هسال السؤال الافتراضي، ماتش الاسماعيلي القادم حضرتك بترجح ان احنا نبدا بمحمد شريف مثلا؟ يعني انا من وجهه نظري انا من ساعه قبل بواليا حتى ما يجي او بعد ما جه، انا بقول محمد شريف هو اللي يبتدي. تمام. لان الولد بادئ الدوري، بادئ مع النادي الاهلي، عارف اصول، عارف ايه اللي بيحصل في الفريق، فانا اعتقد ان هو لازم يبتدي بيه ويثبته. يعني انا شايف كده، هو يعني انا شايف بصراحه ان هو افضل من بواليا في الوقت الحالي. يعني بواليا لعيب كويس وكل حاجه مفيش مشكله خالص، وصفقه للنادي الاهلي كويسه، انما انا شايف ان محمد شريف بادئ الدوري يبتدي ويغيره مفيش مشكله، انما هو لازم مش كل مره، مره بواليا مره شريف مره مروان محسن مره، يعني في لخبطه شويه في التشكيل في الجزء الامامي للنادي الاهلي، انما ده لو تثبت انا شايف ان الموضوع هيبقى احسن كتير يعني. هو يعني اكيد الموضوع يعني في مساحه اكيد للاختلاف في وجهات النظر، ممكن يبقى طبعا هو في الاول وفي الاخر اكيد بيكون قرار المدير الفني، والمتوقع ان يكون عنده مبرراته، عنده اسباب خلته يجري هذه التحركات اللي اثارت تساؤلات ودهشه الكثير من المشاهدين. احنا بنتكلم كده طبعا استاذ كريم، عشان ايه برضه احنا بنسمع كلام من بره، اكيد يعني احنا بنسمع كلام من بره فاحنا بنقوله طبعا، ومن وجهه نظر، من وجهه نظر حضرتك، ومن وجهه نظر حضرتك طبعا، لكن احنا بنتكلم، انما ما فيش الكلمه الاخيره، احنا ما نعترضش على حاجه، احنا ما نعترضش، احنا بنتكلم، احنا مشجعين النادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي، فعايزين النادي الاهلي في افضل صوره. واحنا برضو من وجهه نظري انا كمدرب انا بشوف برضو زي ما قلنا الكلام ده من الاول، ان يبتدي محمد شريف لان هو بادئ الدوري، هو عارف اللعب كويس يعني، وبعد كده نغير مفيش مشكله خالص، انما الموضوع لازم يكون ماشي فيه استقرار في الخط الامامي للنادي الاهلي. جميل، احنا سعدنا وتشرفنا جدا جدا بوجودنا مع حضرتك، وكان للاسف احنا محكومين بمده زمنيه لا تتناسب مع حجم يعني الكلام الحلو اللي حضرتك بتقوله. ربنا يخليك، في مقابلات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا، ده بيت حضرتك، ده مكانك مكان كل اهلاوي، بيشرفنا حقيقي التواجد يعني. وكده الحلقه خلصت كلها، خلصت. انا بشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على المتابعه، بكره ان شاء الله اخبار جديده وفقرات جديده و10 الصبح في الاهلي.